صار محمود من المقرر أن يكون هذا اللقاء لقراء مجلة صلاح الخير أو روز الليل. لذلك أبدأ بسؤال تقليدي وهو تعريف ما اصطلح عليه بالإخوان الجمهوريين وارتكاسات أو ارتكازات الإخوان الجمهوريين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في يوم الثلاثاء 14 من سبتمبر عام 76 يوافق 20 من رمضان عام 96 في مدينة المهدية. الساعة الآن الثامنة والنصف تقريبا مساء، ويسرنا أن نلتقي مرة أخرى بإذننا حسن ساتي الصحفي المعروف، وهو يهدف إلى لقاء في اتجاه الصحفي برضه، وقد طرح سؤاله عن ما اصطلح عليه من تسمية الجمهوريين بالإخوان الجمهوريين ومرتكزات هذا الاسم. وتسمية الإخوان الجمهوريين هي تطوير للاسم النشأ منذ بداية الحركة الوطنية، اسم الحزب الجمهوري. والحزب الجمهوري كان مجارة للوضع السائد في الحركة الوطنية في مرحلة الأحزاب، لما نشأت الأحزاب في أوائل الأربعينات نشأ الحزب الجمهوري. والحزب الجمهوري دعوته بتنبع من مفهوم إسلامي، هو في الحقيقة زي حزب ديني إذا صحت العبارة دي. كل أفكاره في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع بتنبع من مفهوم الإسلام. وكان ديورة دائما أن الحزب الجمهوري كاسم جديد عن المحتوى اللي بيحمله من الفكر في مناشط الجمهوريين المختلفة، وكانوا بيطوروا فيه باستمرار ليبلغوا به أن يكونوا هم الإخوان. وكان ممكن أن يكون الإخوان من وقت متقدم، لكن وجود الإخوان المسلمين جعل في لفظ إذا كان قيل أن نحن الإخوان قد انصرف الاسم الى الاخوان المسلمين. ونحن عندنا ان الامة المقبلة، الامة اللي بيكون عليها بعث الاسلام، هي امة الاخوان في مقابلة امة الاصحاب، من الحديث النبوي الشريف المشهور اللي بيقول فيه النبي: واشوقاء الاخوان الذين لما يأتوا بعده يقول الأصحاب: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ يقول: بل أنتم أصحابي. والحديث ده مشهور وارد في كتاباتنا كثير، يكررها للمرة الثالثة. قال: لمن إخوانك؟ قال: قوم يجيئون في آخر الزمان للعامل منهم أجر 70 منكم. ويرد في حديث آخر ما يشير إلى أن الإخوان هم اللي بيكون بهم بعث الإسلام من جديد. في الحديث الآخر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون السنة بعد اندسائها. فنحن الإخوان بالمعنى ده، بمعنى دعاة البعث الإسلامي، بمعنى دعاة إحياء السنة بعد اندسائها. فالإخوان الجمهوريون مرحلة نحو كلمة الإخوان اللي راح تقبل إن شاء الله وتكون هي يمكن نهاية المطاف في التطوير، أو على العدم فيما يخص المحلية في السودان. لكن بعدين الفكرة هي ماشية لتكون المعنى الإنساني الواضح حتى ولا الإسلام، المعنى الأوسع من الإسلام ليستوعب الناس كلهم. الشاهد أنه مسألة الإخوان الجمهوريين مرحلة في تطور الإسم من الحزب الجمهوري إلى الغاية البينشده في أن يكون محتوى إنساني يدعو إلى مفهوم إنساني وحضارة إنسانية تشمل البشرية كلها، وهي دائمة على الإسلام بمعناه الواسع اللي هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومرتكزات الإسم ده
عدي خمسيته ومرتكزاته هي الفهم الديني بتعاون عليه الجماعة المسميين في مبدا الحزب الجمهوري بتعاون على نشره وإذاعته بين الناس والتزامه في حياتهم في أنفسهم وهو الإسلام. ورد في حديثك كلمة حزب في البداية قدام الحركة الوطنية، وجاء في حديثك الأخير ورود الدين. في تقديرك أين يلتقي الدين بالسياسة؟ برضه هذه تصدنا إلى اعتبارات الماضي نفسها، لما كان الحزب الجمهوري اسم كذا بالصورة دي بإذاء مثلا حزب الأمة والحزب الاتحاد والأحزاب القائمة، فكان اسمه الحزب الجمهوري، عمله سياسي. لكن كنا بنقول أنه الدين والسياسة شيء واحد، الدين هو سياسة أمور الناس وفق الصدق والحق، مش الفهلة والشطارة والدبلوماسية. ونحن نعتقد أنه دائما رأينا أن الدين منهاج بشحذ القوى المودعة في الإنسان، عقله وقلبه. الدين منهاج لتطوير وترقية المواهب الطبيعية، العقل أساسا، العقل والشعور. فمن الناحية دي كل تنظيم يجعل الجماعة مؤهلة لأن تهيئ الفرصة المناسبة للفرد لتبرز مواهبه الطبيعية مشحوذة ومهذبة ومؤدبة إلى أن يصل إلى العقل الصافي والقلب السليم زي ما يقول أوقات كثيرة، المنهاج ده، المنهاج السياسي ده ينبع من الدين. فالدين هو في الحقيقة تنظيم حياة الناس جماعة وأفراد لأن يكونوا في طريق إنجاب الفرد الكامل اللي هو صافي الذهن وسليم القلب. من هنا الدين والسياسة عندنا نحن من بداية نشأة الحزب حاجة واحدة، مش الدين في منطقة والسياسة هي شطارة وسهلة ودبلوماسية وغش واحد. جاء في حديثك أيضا إن غايات الدين أو أهدافه شحذ العقل، وده جميل، بيقود العقل إلى مواقف مواقف الكلاسيكية للأديان تجاه أي مذاهب عقلية أو أي اجتهاد عقلي. وعلى رأس هذه المذاهب هناك العداء المعروف بين الماركسية كمذهب فلسفي اقتصادي اجتماعي، وبين الدين بمفهوم كلاسيكي. أنت كمفكر ديني كيف تنظر للماركسي؟ نحن عندنا إذا طبعا وارد في القرآن أن القرآن مهيمن على الأفكار كلها، والدين الإسلامي مهيمن على الأديان وعلى الفلسفات كلها. وعندنا في التوحيد عبارة شاملة هي أن ما بيدخل في الوجود شيء إلا بإرادة الله، وكل ما ورد في الوجود وراه حكمة، وكل المناشط البشرية في الثقافات المختلفة والعلوم المختلفة إنما هي اتجاهات بتنمي الحصيلة البشرية والتراث البشري ليصل التراث ده لإنجاب الفرد الفرد. ونحن نعتقد أن الماركسية فيها شيء خطأ وفيها شيء صواب، والدين الإسلامي بينظر إلى تنقية الخطأ وتنمية الصواب. مثلا علاقة الإنسان بالكون في التفكير الماركسي خطأ، علاقة الإنسان بالكون في التفكير الماركسي خطأ. التنظيم الجماعي، تنظيم مثلا العمال، تنظيم المزارعين ليتساندوا لينتزعوا حقوقهم من المضطهدين لهم من الرأسماليين والإقطاعيين، الاتجاه إلى أن يكون الاقتصاد اشتراكي، أن يكون الناس أشراك في خيرات الأرض بصورة أو أخرى، الاتجاه ده سليم، فيه شواهد بسيطة جاءت من خطأ الفلسفة في التفكير الكوني، تفكير علاقة الإنسان بالكون وعلاقة الإنسان بالفرد بالمجتمع
فيه خطأ ضب إلى التنظيم الاقتصادي، لكن التنظيم الاقتصادي في جملته كاتجاه إلى النظام الاشتراكي لحل محل النظام الرأسمالي، ليكون الناس أشراك في خيرات الأرض، ما واحد غني واحد فقير، واحد له حق واحد له صدقة. الاتجاه في جملته مقبول عندنا، بنطلع الشوائب الدبت فيه من الخطأ من الفلسفة، خطأ الفلسفة الماركسية في إنكار للغير، إنكار لوجود المطلق، إنكار لوجود الله، بنصحح الخطأ الدبت فيه الاشتراكية من الفلسفة دي، وبنرفض الفلسفة وبنحل محلها الفكر الديني الجيد بالوجود المطلق. العقل أكمل من عقولنا وحياته أكمل من حياتنا، وتقصر عقولنا عن إدراك كمالاته، ونمشي بأساليب الدين في معرفته وفي محاذاة حكمته في تنظيم كونه، وننظم اقتصادنا واجتماعنا بمحاذاة لتنظيمه لخلائقه. فأنا نظرتي للماركسية نظرة الفلسفة اللي فيها خير وفيها شر، فيها خطأ وفيها صواب. الصواب يؤخذ وينمى ويوجه في الوجهة العامة لدينا الفكر الإسلامي التوحيدي، والخطأ في مثلا الإلحاد يرفض ويرد، وتدعى الماركسية نفسها لإعادة النظر من جديد في فلسفاتها ومفاهيمها، ليصير الركب البشري متعاون ومستاند ومستعين كله بالتراث الموحد. مآخذك عليها كانت في إنكار للمطلق، لكن من الارتكازات الرئيسية بعيدا عن المطلق وعلى أرض الواقع مسألة الصراع الطبقي، كيف ترى هذه المسألة؟ أنا أفتكر قول الماركسية وتنظيم الصراع الطبقي تنظيم للعمال والمزارعين ليتكتلوا ويكون عندهم أساليب لانتزاع حقوقهم من الإقطاعيين ومن الرأسماليين، ده من الخير اللي أضافته الماركسية للتراث البشري. يجوز يكون المآخذ عليه بعض الصور من أن الصراع الطبقي قد يرى في الماركسية أنه مستمر لأساليب العنف، مثلا زي ما بيرى ماركس أن القوة والعنف هما الوسيلتان الوحيدتان لإحداث أي تغيير أساسي في المجتمع. نحن بنعتقد أن القوة هي اللي تبقى، لكن العنف يخرج من المعادلة دي. العنف ما ضروري، القوة ضرورية، والقوة بتقوم على قوة الخلق، قوة الفكر، قوة العزيمة. العنف ما ضروري، فكأنه حتى الصراع الطبقي عمار بيحتاج إلى تصحيح، لكن هو في جملة مقبول، ونحن نعتقد أنه ماركس أضاف به قيمة كبيرة جدا، أضاف لنفوه ده قيمة كبيرة جدا لتنظيم الاجتماعي، بيمشي إلى يوم العدل ويوم الحرية ويوم المساواة اللي بتكون فيه الطبقات كلها لا مستغلة ولا مستغلة. العمال أصحاب عمل، ما في ناس هم أصحاب عمل، وناس بيكتبوا بعرض بس وبيفاوض إنتاج ينمو ثروة أصحاب الطغيان في جانب رأس المال وجانب الإقطاع. هذا الرأي الذي قلت عن الماركسية على حسب اطلاعي أقول أنه جديد، أريد أن توضح جديد بالنسبة للزملاء لك في الفكر الإسلامي في المشرق، فمن أين جاءت نقطة الخلاف بينك وبين المفكرين الإسلاميين الآخرين على اختلاف مواقع؟ بعدين هل في نصوص انت في 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 مواقفك هل بتسندك نصوص شرعيه؟ يعني انا افهم انه في حديثك الاخير في كثير من العقلانيه وفي الخلاف الدائر كمان بين الشرع والعقل، هل تسندك انت وتختلف مع مفكرين اسلاميين اخرين
استسلمت نصوص شرعية. الاعتبار اللي قلناه انا افتكر ملاحظتك فيه وانه جديد بمؤكد صحيحة، واعتقد ان المرتكز اللي بنوم عليه هو مرتكز توحيدي، يمكن ان يقال عنه انه من وراء الشريعة. الناس اللي تقوم امورا على الشريعة فحسب من ناحية التوحيد ثم ضعاف بيرفض الماركسية كلها جملة وتفصيلا، وبيعتقدوا كأنها كلها من الشيطان. حتى في الناس اللي يفتكروا أن الاشتراكية نفسها كفر، وما تقال لأنها ما وردت في الشريعة، إنما وردت في الشريعة نظام معين للإسلام هو نظام الزكاة. وبالصورة دي الإسلام له رأس مالي وله اشتراكي، إنما هو إسلام. ودي عبارة تسمعها كثير جدا خصوصا من مفكري الإخوان المسلمين، وتقول الصلفيين في الاتجاه ده. والجانب الشرعي يقيف عند الحد ده فعلا وما بيعطي غيره، لكن إذا كان أنت مشيت إلى أن وراء الشريعة في مفهوم للدين أكبر، به الدين مستوعب كل المناشط البشرية، مستوعب وموجه لكل ما دخل في الوجود. بمعنى أنه مثلا إذا جئت أنت في النص الله خلقكم وما تعملون، ده نص الله خلقكم وما تعملون، الخطاب ده للمسلمين والخطاب ده لكل الناس، كان الله فاعل ورا كل فاعل مباشر لنا، زي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فكان في فاعلين، فاعل مباشر في ظاهر الأمر أو في الشريعة ممكن أن تقول، وفاعل في الحقيقة، الفاعل في الحقيقة عبر عنه وما رميت إذ رميت، في ظاهر الأمر أنه ما رمى، لكن قال له ما رميت انت في الحقيقة، إنما رميت في ظاهر الأمر في الشريعة انت رميت، لكن في الحقيقة الله هو الرامي. فكان الأمور كلها تفصل في الوجود مهيمن على الفعل الواحد اللي هو فعل الله. من هنا يجي المرتكز بتاعنا نحن، ويمكن تجي كمان نقطة الخلاف بيننا وبين الإخوان في الشرق أو في الغرب زي ما قلت، أو في بلدنا هنا اللي بيعتقدوا أن الأفكار أن الشريعة استوعبت الدين كله. وراء الشريعة في الأمر التوحيدي، الأمر التوحيدي يقول أن كل ما يدخل في الوجود ما هو باطل مطلق، كل باطل أنت تشوفه حتى الإلحاد فيه حكم وراه تجعله حق في جانب وباطل في جانب. ومن هنا تجي مثلا التوحيد اللي يقول أن العنف ما ضروري، لأن الناس ماشيين للسلام، والعنف لا يورد السلام، لا يولد السلام من العنف، وإنما يولد السلام من أساليب السلام. ولذلك القوة، قوة الخلق، قوة العقل، قوة الإصرار هي الضرورية، لكن العنف ما ضروري صاحبه دائما. ومن هنا تيجي رأينا اللي انت حسبته جديد في أن المعادلة بتاعت العنف والقوة فيها خلل، وأنه لازم الناس يركزوا على القوة، والقوة هي في الحقيقة قوة إصرارك وعقلك وأخلاقك اللي تخلي السلام ممكن وتجبر خصمك إلى أن يلغي سلاحه وأن يواجهك في مفاوضات وفي محادثات وفي محاورات تصل بها للحق. مثلا لما ربنا يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لما ربنا يقول يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لما نقول فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، لما نمنع السيطره دي كان منع العنف، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. فالاسلام استعمل العنف في المرحله اللي هي بنسميها نحن الجهاد، لكن الجهاد مثل الكلمه الاخيره للاسلام، وانما الاسمح والدعوه بالحكمه والموعظه الحسنه والمحبه والتسامح واشاره السلام بين الناس هي بتوصل للسلام. فمن هنا يجي العنف ما ضروري يكون مع القوة، لكن القوة بتمرد من أنها القوة الجسدية إلى قوة الخلق، قوة الفكر، قوة العزيمة على نصرة الحق، ودي نفتكر أن هي ما يصدر لها أمر الناس وتتصحح بها المعادلة الماركسية ويخرج منها العنف إلى الأبد.